قطع الرحم. احنا بنتكلم عن ان الناس ما تاكلش اموالها ومال المواريث تحديدا في حلقتنا النهارده، وقلنا انه من العقوبه انه لا يشم رائحه الجنه، خلاص هو ممنوع عليه الجنه اللي بياكل اموال الارث. ده حديث النبي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كمان حضرتك قلت لي انه قاطع للرحم. نعم، صلى على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وهو طالما في اكل المواريث يبقى رقم واحد بالتبعيه طبعا قطيع للرحم طبعا. وكثيرا يعني ما يبقى فيه جلسات وحقوق. والله اذكر مره في موقف 20 سنه محاكم، 20 سنه محاكم بين اخ واخته، 20 سنه بلا مبالغه، 20 سنه محاكم بين اخ واخته عشان 50 سنتي مكعب. والله 50 سنتي يا دكتور محمد، 50 شارع خاص بينهم، واللي هو عاوز يقيس لها 75 سنتي بطول الشارع، وهي عايزه تقيس 80 سنتي بطول الشارع، الشارع 10 متر، يبقى الفرق بينهم كام؟ 5 سنتي. ف10 متر مكعبهم 50 سنتي، 20 سنه محاكم، 20 سنه ما بتكلمش اخوها طبعا، 20 سنه لا اعياد ولا افراح ولا اي شيء بيكلم ولا اولادهم الاثنين ولا حاجه، بل ان الولد بيضرب خاله، الولد يتجرأ على، مع ان الخال الخال بمنزلة الأم. نعم. العم صنو الأب كما نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والولد بيضرب خاله، يبقى في قطيعة رحم. طب لو أدى الحق لأخته، النفوس هديت وخلص الموضوع وكل حاجة هتبقى تمام بسبب 5 سنتي في طول 10 50 هيعملوا بقى 50 سنتي 20 سنة محاكم. لا حول ولا قوة. يبقى رقم واحد في أكل المواريث قطيعة رحم. رقم اثنين لا يستجاب معه دعاء. حديث سيدنا سعد لما قال له يا رسول الله ادعو الله لي ان اكون مستجاب الدعوه، قال اطب مطعمك تكون مستجاب الدعوه. طب اللي واكل حق اخواته كيف ان هو يستجاب وصايم؟ خلي بال حضرتك، هي دي القضيه. وصايم في رمضان، ما هنا في حديث ممكن البعض ما يعرفش الحديث ده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الصيام عن الطعام والشراب. مش هو ده مش المقصود، اصل ربنا لما قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ليه لعلكم بيعذبنا ولا بينتقم مننا؟ قال لك لا، ده لعلكم تتقون، هي ثمره الصيام. اي نعم، تحصل التقوى. والعجيب ان التقوى تقودك لجميع العبادات، اما الصيام هو الذي يقودك للتقوى. الله الله الله، الصيام يقودك للتقوى، والتقوى تقودك لجميع العبادات. يبقى لما يصوم حقيقة فعلا ليس الصيام عن الطعام والشراب، ولكن الصيام عن اللغو والرفث. اللغو اللي هو الكلام اللي ملوش لازمة، والرفث اللي هو الكلام بالفحش في القول أو أيا كان. فالصائم الحقيقي اللي هو من يصوم عن أعراض الناس وعن دماء الناس وعن أموال الناس. أنا إنسان صايم عن الطعام والشراب وبياكل، حين لما يفطر على حرام، يبقى أن إيه فايدته؟ أن يستجاب. والنبي قال رب صائم ليس له من صوم إلا الجوع والعطش، والنبي سمى صايم في الحديث، قال رب صائم ليس له من صوم إلا الجوع والعطش، صايم طول النهار يعني، ولكن ليس له أجر. أي نعم أسقط عن نفسه الفريضة، ولكن ليس له أجر.